أطلق الرصاص وقتل لصوصا اقتحموا بيته، لكن المحكمة قررت إعدامه هو ليختبئ بقية حياته داخل قبو صغير. قصتنا تعود إلى عام 1964 لرجل أمريكي يدعى كارل لوك، حيث اقتحم منزله ثلاثة لصوص في أحد الليالي، وما كان إلا أن أطلق النار عليهم وقتلهم جميعا دفاعا عن عائلته. المصيبة أن القضية غيرت مسارها وتحولت ضد كارل، فبحسب التحقيقات فإن اللصوص هم ثلاثة إخوة كانوا يعيشون بالقرب منه، والمشاكل لا تهدأ بينهم. وهنا تدخلت والدتهم واتهمت كارل بقتلهم عمداً بعد أن دعاهم للعشاء، لتصدر المحكمة حكماً غيابياً بسجنه 20 عاماً. كارل قرر الهرب والاختباء داخل سرداب في قبو منزله، موصياً زوجته عدم إخبار أي أحد حتى الأبناء، خوفاً من وصول خبر مكانه. إلا أن زوجته توفيت بعد عدة أشهر في حادث سير، ليبقى كارل داخل غرفة لا يتجاوز عرضها المتر وطولها المترين، عالقاً على نفس الحال لمدة 37 عاماً من دون دراية أحد، ولا يخرج إلا حين سكون البيت ويبحث عن الطعام والشراب المتبقي من العائلة. وهذا البيت باعه أبناؤه وعاش فيه 3 عائلات، إلى أن اكتشفته الأخيرة بعد أن أصيب بالربو وبدأ بالسعال بصوت عال. والمفاجأة يا سادة، بعد كل هذه السنوات من العزلة، أخبرت الشرطة كارل أن والدة اللصوص اعترفت أن أولادها فعل اللصوص، وأصدرت المحكمة حينها حكماً ببراءتك، ولم نستطع إخبارك بسبب وفاة زوجتك واختفائك.